لماذا وضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجريدة أو الجريدتين على القبر؟ ولماذا أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل على قبره جريدتان؟ قال الإمام الخطابي يرحمه الله تعالى ويغفر لنا: هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء ما دامت على أصل خلقتها أو خضرتها وطراوتها فإنها تسبح الله عز وجل حتى تخف رطوبتها أو تتحول خضرتها. وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: إنما خص الجريدتين للغرز على القبر من دون سائر النبات والثمار، والله أعلم، لأنها أطول الثمار بقاء فتطول مدة التخفيف، وهي شجرة شبهها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمن، وقيل إنها خلقت من فضلة طينة آدم. وإنما أوصى بريدة أن يجعل على قبره الجريدتان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبركا بفعله، ورجاء أن يخفف عنه. وجاء في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي يرحمه الله تعالى ويغفر لنا: قيل يحتمل ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو لهما تلك المدة، وقيل لكونهما يسبحان ما دام رطبين وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قالوا معناه: وإن من شيء حي. ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس، وحياة الحجر ما لم يقطع. وقال ابن دقيق العيد في أحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: عله يخفف عنهما ما لم ييبس، إشارة إلى أن النبات يسبح ما دام رطبا، فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته، فلهذا اختص بحالة الرطوبة. أما قول بعض المتشددين إن وضع الجريدة على القبر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن وضع الجريدة على القبر سوء ظن بالميت، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم أن صاحبي القبر يعذبان، أما غيره فلا يعلم، فلا يلتفت لهذه الأقوال. فنحن لا ننكر بركة يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لو كان المراد ذلك لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لم ييبس. ثانيا، أننا مأمورون باتباع السنة الفعلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى ولو لم نعرف الحكمة من فعله، ولو كان ذلك لتركنا الكثير مما فعله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعلته أو بسببه. هذا ما قاله الشيخ محمد بن طه يغفر الله له ولأهله وللمسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.